السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوك اخواننا في اللي عاملين ايه؟ ما شاء الله شكلكم يخوف، ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. بيقولوا اهل بورسعيد كرم يا اخواني، الكلام ده مظبوط ولا لا؟ وما شفناش غير عصير وماء معدنية، يعني مفيش حاجة، يعني احنا هي حسن بركة هذا البط كله وماشي ولا ايه؟ تخيلوا لو كان المؤتمر ده اتعمل من شهرين كان اتعمل فينا ايه؟ حد كان يجيب لنا عيش في حلوة؟ محدش كان يفتكرنا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا ويا مولانا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك، نحن بك وإليك، تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني في الله، فاكرين أيام ما كنا بنتكلم في الدين؟ فاكرين أيام ما كنا بنتكلم في الموضوع اللي دكتور غريب كده بيتكلم فيها؟ بقالنا شهرين يا إخواني، القلوب زحمة، الدنيا زحمة، ما بنتكلمش غير في نعم ولأ، وما بنتكلمش غير في نعمل إيه في انتخابات. يا إخواني في الله، إحنا أكبر مدد لينا في حياتنا هو صلة قلوبنا بالله. لو دي فقدت إحنا خسرنا كل حاجة. الله جمع علينا القلوب لما يعلمه سبحانه وتعالى مما بين، يعني الدعاء الى الله او بعض الدعاء الى الله، وما بينه وما بين بعض اخواننا وما بين الله، ذلك بيني وبين عبدي. شوف الكلمة الرهيبة دي اللي بتتقال كل صادق مننا في كل مرة بتقف تصلي بين ايدين ربنا وتقرأ الفاتحة، ذلك بيني وبين عبدي، سر بينك وبين ربنا. الله مطلع على قلب كل واحد منكم دلوقتي، وعلى قلب كل واحده من اخواتنا دلوقتي، وربنا اللي يرى اللي في قلبك. اللي في قلبك بيقربك من الله ولا يبعدك عنه؟ اللي في قلبك بيرضي ربنا عنك ولا اللي في قلبك بيثيبك بحب الله ولا لا؟ اخواني في الله، وانا قاعد دلوقتي حواليا الايات اللي ربنا بيامرنا بها بالصلاه، رب اجعلني مقيم الصلاه. اقاموا الصلاة، يعني ايه اقاموا الصلاة؟ يعني ايه اقام المسجد؟ يعني متن العواميد بحيث ان اي زلزال ما يوقعوش، بحيث ان اي عزة ما توقعوش، بحيث ان واحد يجي يحاول يزق في الجدران ما ينفعش. ليه؟ متن العواميد. فبقى البناء مقام، انت اقمت الصلاة. عارف يعني ايه اقمت الصلاة؟ ابليس بيجي ينفخ في قلبك وانت بتصلي، ينهار الخشوع في قلبك. انت الصلاة ما تعمقتش بجذورها في قلبك، انت الصلاة في قلبك ما بقتش عاملة زي البنيان الراسخ اللي اي زلزال ابليسي يفكرك فيه بالدنيا ما يوقعش خشوعك. انت خشوعك بينهار مع اول خاطرة ابليس بيلقيها في صدرك، مع اول هم نفسك بتذكرك بيه، مع اول مشكلة بتتقلب عليك في ذهنك وانت بتصلي صلاتك بتنهار داخل قلبك. يبقى فين يا اخواني اقامة الصلاة؟ فين اقامة الصلاة لما ربنا يقول حافظوا على الصلوات؟ لما اقول لك حافظ على الاكل ده، مادام في حفظ يبقى الحاجة ممكن تفسد، يبقى ابليس ممكن يفسد عليك صلاتك، ممكن يفسد عليك اتصالك بالله، ممكن يعمل تشويش زي التشويش اللي احنا بنشوفه في بعض القنوات الفضائية الايام اللي فاتت. خلاص الاتصال بقى مقطوع، انت بقيت واقف بجسمك مش بقلبك. لما ربنا يقول والذين هم على صلاتهم دائمون، في السعودية بيسموا وقت الشغل الدوام. الدوام يعني وقت الصلاة ده وقت شغل يا اخواني، ان وقت لا شغل، انت واقف في الصلاة قلبك مشغول بالله. انا عايز اسأل كل واحد فيكم، الامام صلى ايه في الركعة الثانية في صلاة العشاء؟ طب انت اكثر آية هزت قلبك ايه في صلاة العشاء او في المغرب؟ هل ان في الصلاة لا شغل؟ قلبك مشغول بالله، قلبك مشغول بجلال الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول والذين هم في صلاتهم خاشعون،
يعني ايه الخشوع؟ ترى الارض خاشعة، يعني ايه الخشوع؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، يعني ايه الخشوع؟ خاشعا متصدعا. يبقى الخشوع ده اللي قبل التصدع، قبل ما الجبل بينهار او المبنى بينهار بيتشقق بيتشقق وبعد كده ينهار من بعضه. يبقى الخشوع ده كأنك خلاص هتنهار. الذين هم في صلاتهم خاشعون، قلبك متفتت من الاحساس بجلال الله سبحانه وتعالى، قلبك متفتك من الاحساس بانك واقف بين ايدين مين يا اخواني في الله ويا اخواتنا في الله. المفتاح الاول للصلاة والمفتاح الاعظم للصلاة كله، بعد ما الواحد ياما حاول يفكر ازاي نخشع في الصلاة، طب نخشع ازاي؟ نفهم الحركات، نفهم يعني ايه ركوع، نفهم يعني نسجد، نفهم معاني الاذكار. لقيت ان اعظم مفتاح سلطاني للخشوع في الصلاة هي الكلمة اللي بنسمعها الف مرة من الوعاظ والخطباء والدعاء والعلماء في الاثر بتاع احد السلف لما انطقع لونه فقالوا له مالك وداخل يصلي؟ قال لهم اتدرون بين يدي من اقوم؟ قضية انت واقف بين ايدين مين؟ قضية عشان كده اول ما بتقول الله اكبر انك تطلع وترتفع خلاص سلمت، سلمت الله اكبر. اكبر من اكبر، مش اكبر من الدنيا بس زي ما بيتقال، ده اكبر من اللي كان في تخيلك عن جلال الله. انت كنت رايح للملك الجليل سبحانه وتعالى، الملك ذي الجلال والاكرام سبحانه وتعالى، رايح وانت قاعد تتخيل جلال ربنا ايه، عظمة ربنا ايه، مشاهد عظمة ربنا ايه، وقاعد تسمح بقلبك كنت مشتاق كلمة الله اكبر دي دلالة انك كنت قبل الصلاة عايش مشتاق للحظة الصلاة، عايش مستني اللحظة اللي هتقف فيها بين ايدين الملك. وقاعد تفكر يا ترى عظمة الملك، يا ترى مشاهد جلال الملك، يا ترى مشاهد علو الملك. واول ما دخلت على الملك اكتشفت ان كل اللي انت كنت بتفكر فيه ولا حاجة في عظمة الله. فقلت الله اكبر، مش اكبر من الدنيا، دنيا ايه، اكبر حتى من كل تخيل لك عن جلال الله سبحانه وتعالى. الله اكبر، ورفعت ايدك سلمت ووقفت وقفة القنوط، وقفة الذل والانكسار بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. اخواني في الله، اول دقيقة في الصلاة الواحدة كافية انك انت لو عشت معاها ان انت قلبك كله يتغير. انت بعد الصلاة بتقرأ ايه 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 الكرسي. ايش معنى ايه الكرسي؟ الكرسي اللي السبع سماوات كلهم في الكرسي كحلقة في فلاة، حلقة في فلاة. لو رميت سلسلة ولا غوشة ولا اسورة في الصحراء، صحراء اريزونا ولا صحراء الشرقية ولا مين يا جماعة، لو قد المسجد ده الف مرة وروحنا ندور هندور فين؟ ايه الكرسي بتقولها بعد الصلاة ليه؟ زي ما تكون ماشي فواحد يقول لك هو الموضوع كذا ايه، يسألك في اي سؤال فانت تجاوبه وتمشي، فيقوم واحد يقول لك انت ما انتش عارف انت كنت واقف مع مين؟ ده ملك السعودية او ده ملك البلد الفلانية، تقول يا الله يا رب هو ده الملك ده، انا لو كنت اعرف كده كنت طلبت منه الف حاجة. كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمك انك انت بعد الصلاة تقول ايه الكرسي اللي بتفكرك بالحي القيوم، اللي بتفكرك بصاحب الكرسي وصاحب العرش، اللي بتفكرك بالعلي العظيم، اللي بتفكرك بجلال ملكوت الله سبحانه وتعالى. بعد الصلاة تعالى بقى ما فكرك انت كنت واقف بين ايدين مين؟ يا نهار ابيض، انا كنت واقف بين ايدين اللي ده جلاله ودي عظمته وده غناه ودي قدرته. يا ندبي الصلاة اللي راحت مني، ده انا كنت حليت كل مشاكل حياتي فيها، ما تزعلش في صلاة تانية وصلاة ثالثة وصلاة رابعة. والذين هم على صلاتهم دائمون، دائمون. ارتباط قلبك بالصلاة، ارتباط قلبك بالله سبحانه وتعالى. اخواني في الله، قلوبنا قلوبنا وصلت لفين؟ قلبك الوقت عايش اخر آية هزت قلبك ايه؟ اخر آية سمعتها في الصلاة وعينيك بكت منها ايه؟ واحنا عايشين وسط الواقع ده، خد بالك وانت مشغول بكل الاضرار اللي بتحصل، وانت مشغول بكل حاجة ممكن الا بربنا سبحانه وتعالى. خد بالك انك لو مت دلوقتي ونزلت في اول ليلة ليك تحت التراب اللي دكتور غريب كان بيتكلم عنها، اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. اخر آية نزلت من القرآن بتتكلم عن
من اول ليلة تحت التراب. يا ترى لو انت مت الوقت وانزلت تحت التراب، عارف ان اكبر مشكلة كانت شغلاك الوقت مش هتشغلك زي اصغر معصية انت كنت واقع فيها. اكبر مشكلة كانت شغلك الوقتي مش هتشغلك زي اصغر امر كنت مقصر فيه. عايزين نتوب يا اخواني. التوبة دي كانت فرض على محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ما هياش قضية ان ده يتوب وده ما يتوبش وده التزم وده. يا اخواني عايزين نقول توبنا الى الله. عايزين نقول اللهم توب علينا توبة ترضيك. عايزين نقول اللهم توب علينا توبة لا نضل بعدها ابدا. عايزين نتوب لربنا. عايزين قلوبنا ترجع لربنا. عايزين نحقق كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة لا ايه شغل انشغال القلب بالله. عمرك ما تقدر تنشغل قلبك بالله في الصلاة الا لو انشغل قلبك بالله قبل الصلاة. اخوانا الصلاة دي تحصيل احوالك قبلها، تحصيل حالك قبلها، انشغال القلب بالله. اسمع الحديث المهيب الجليل، الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي له روايات في البخاري وله روايات في كتب الحديث. اسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس اسمع بقلبك وانت بتسمع عن الله وانت بتسمع عن الملك وانت بتسمع عن ذي الجلال والاكرام. انت الوقت قاعد انت ايه في المسجد ده؟ انت ايه 170 سنتي قاعد في كل المسجد اهو. طب المسجد ده ايه في بورسعيد؟ بورسعيد ايه في مصر؟ مصر ايه في افريقيا؟ افريقيا ايه في الكرة الارضية؟ الكرة الارضية ايه في المجموعة الشمسية؟ الشمس اكبر من الارض الواحدة مليون مرة، فما بالك بالفراغات الشاسعة اللي لسه بينهم. المجموعة الشمسية ايه في مجرة التبانة اللي فيها 100 مليار نجم زي الشمس؟ مجرة التبانة ايه في الستة من 36 مليار سنة ضوئية اللي العلماء اكتشفوا فيهم 400 مليار مجرة؟ مجرة التبانة مجرد واحدة منهم. 400 مليار يعني 400 الف مليون مجرة، يعني 400 الف 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 مجرة. مجرة التبانة واحدة منهم. 400 مليار مجرة ايه في السماء الدنيا؟ السماء الدنيا ايه في السبع سماوات؟ السبع سماوات ايه في الكرسي؟ ربنا بيقول واسع كرسيه السماوات والارض، يعني كل سماوات الارض تحت الكرسي. ابن عباس بيقول الكرسي موضع القدمين ولله المثل الاعلى. يعني ايه؟ يعني كل الكون ده تحت قدمي الملك سبحانه وتعالى. يعني كل الكون ده تحت موضع القدمين. يعني ايه علو الله؟ انت مين يا ابني اصلا؟ احنا مين؟ لما قلت يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله، الواحد يقول معقولة؟ يعني ديني ودنيتي واخرتي وسعادتي وجوازي ورزقي وكل ده ربنا يصلحه لي بكلمة اصلح لي شأني كله؟ انت عامل زي ذرة التراب ده. ذرة التراب ده انت ما تقدرش تصلح لها شأنها كله ولا حاجة. انت في الكون ده زي ذرة التراب دي. ربنا ما يقدرش يصلح لك شأنك كله. ربنا ما يقدرش يبدل احوالك. احنا ليه مفرطين في الصيام والقيام؟ اين الصوامون القوامون؟ اين المتبتلون التوابون؟ اين العابدون الاواهون؟ اين المقبلون على ربهم بقلوبهم؟ اين المنيبون الى الله؟ احنا فين يا اخواني؟ احنا فين؟ اسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا تكلم الله بالوحي لما ربنا بيأمر بامر، الامر ده ممكن يكون ان الايمة تقوم، الامر ده ممكن يكون اية الحجاب نازلة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الامر ده ممكن يكون ان فلان يموت، الامر ده ممكن يكون ان فلان يرزق، الامر ده ممكن يكون ان مراتك تحمل، الامر ده ممكن يكون انك تشفى. اي امر اذا تكلم الله بالوحي سمع اهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا. السماوات السبع تسمع صوت رهيب لدرجة ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيصعقون. الصوت ده صوت ايه؟ صوت خفقان ملائكة الملأ الاعلى وهي بتضرب بجناحتها. في رواية تانية خضعانا لامر الله. كل ملائكة الملأ الاعلى تبدأ تضرب بجناحتها عشان اي واحد منهم يبقى في وضع استعداد ان
يؤمر فينفذ فورا، فيصعقون ملائكة السماوات السبعة تصعق كلها من شدة رهبة ان ربنا امر امر. هم لسه مش عارفين الامر ده ايه، والامر ده ممكن يكون متعلق بك انت، ممكن يكون متعلق بك انت، ممكن يكون في القرآن مع كل آية نزلت المشهد ده حصل، ولكن احنا لسه مش حاسين، لسه مش حاسين بقلوبنا عظمة الامر. الملائكة مش عارفة الامر ايه، ولكن الملائكة عندها تعظيم الامر، تعظيم الله سبحانه وتعالى. فيصعقون فلا يزالون كذلك. لا شرح كتب العقد قالوا لك السماوات السبع الملائكة بتصعق والسماوات نفسها بترتجف حتى ينزل جبريل فيقولون ماذا. فاذا رأوا جبريل فزع عن قلوبهم، يبدأوا بقى يفوقوا من الصعق القلب اللي هو فيهم. الملائكة لها قلوب عشان يفزع عن قلوبها، لها قلوب بس انت قلبك بيتقلب ما بين الغفلة والذكر، انما يقلوبها بتتقلب ما بين مقامات العبودية من حب وتعظيم واجلال وانابة واخبات، تقلب تاني خالص ما بين مدارج العبودية. فيفزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك، فيقول الحق فيقولون الحق الحق. يا اخواني ده مشهد بيحصل، ممكن يكون حصل مع اية الحجاب اللي لما نزلت في الدنيا يقول لك اقنعني السماوات السبع اتزلزلت واية الحجاب نازلة، ولما نزلت القلوب بتاعتها ما اتزلزلتش، لان احنا مش عارفين جلال الامر سبحانه وتعالى، عظمة الله اللي مالي الكون ده. جناس الوقت علمانيين يقولوا ربنا ملوش حكم علينا، عظمة ربنا ده ايه كلها. في ناس الوقت علمانيين ربنا يقول ان الحكم الا لله، وهم يقولوا اي حد يحكم الا الله. عظمة وجلال الله ده ايه، جم العلمانيين يقولوا ربنا في مواضيع يتكلم فيها ومواضيع لا يتكلم فيها. لو ربنا قال كتب عليكم الصيام هنقول ماشي، لو ربنا قال كتب عليكم القصاص هنقول لا 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 لربنا لا للملك. ده انت لما بتبرخ مناخيرك في التراب بتقول في السجود سبحان ربي الاعلى، طب قلبك لما بيطلع بيطلع قد ايه؟ 40 كيلومتر انت لسه في الغلاف الجوي بتاع الارض، طب اعلى اكتر كده وقول سبحان ربي الاعلى. طلعت 93 مليون ميل انت لسه عند الشمس، طب خلي قلبك يعلى ويقول سبحان ربي الاعلى. 3 سنين ضوئية انت لسه عند اقرب نجم للشمس، طب خلي قلبك يعلى اكتر سبحان ربي الاعلى. 50,000 سنة ضوئية انت لسه عند اطراف مجرة التبانة سبحان ربي الاعلى. كلمة الاعلى اللي خدوا منها في الجيش القائد الاعلى للقوات المسلحة، القائد الاعلى يعني اللي لو امر محدش ينطق محدش يقول لا، لو القائد الاعلى قال لعسكري انا بامرك تعمل كذا قال له لا، قالوا انت مش عارف ده مين، عارف انه القائد الاعلى ولا، طب انت يمكن تعبان ومريض قادر انفذ كلامه ولا، يتعمل فيه ايه؟ العلمانيين بيقولوا ربنا لا لا، العلمانيين والليبراليين لا، طب انتوا مش عارفين الكلام ده فين؟ عارفين ان الكلام ده في القرآن والسنة ولا، طب انتوا مش قادرين تنفذوه قادرين ولا، دول عند ربنا ايه؟ لا اظن ان احدا على وجه الارض ابعد عن الله من هؤلاء المتمردون على حكم الله، المتمردون على سلطان الله، الذين يريدون ان يقولوا لله يا رب احكم السماء، بس الارض دي احنا لا نحكمها، ده انت لو ذره من جسمك عرفت تخرج عن حكم الله، اعرف انت اخرج عن حكم الله، قلبك يقدر يخرج دقيقة عن حكم الله كنت تموت. انت اللي هتظبط الدنيا، ياللي لو تسبلك تظبط السكر والضغط جوه جسمك تموت في ثانيتها، انت اللي هتظبط الدنيا، انت اللي هتظبطها، انت اللي بتقول لربنا يا رب انا هعمل اللي بزعمهم، والعياذ بالله الواحد مش قادر ينطق ينطق، دول بيقولوا ايه؟
بيقولوا لنا لما قلنا لهم عايزين الدين ونتوب وعايزين ربنا قالوا لنا هاتوا لنا البديل. ايه البديل؟ هاتوا لنا البديل عن شهواتنا وملذاتنا. لما جايين هم النهارده يقولوا مش عايزين ربنا، مش عايزين شريعة ربنا، وكل كلمة على شرع الله انما هي كلمة على الله. قلنا لهم ماشي هاتوا لنا البديل، هاتوا لنا البديل، هاتوا لنا واحد من 6 مليار واحد اللي على وجه الكرة الارضية اعلم من ربنا واحنا نمشي وراه. هاتوا لنا واحد من 6 مليار واحد اللي على وجه الكرة الارضية احكم من ربنا واحنا نمشي وراه. هاتوا لنا واحد من 6 مليار واحد اللي على وجه الكرة الارضية ارحم بينا من ربنا واحنا نمشي وراه. هاتوا لنا البديل. سبحان الملك، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الله رب العالمين. اخواني في الله، اخواني في الله، يعني اتت جنازة اخ من اخواننا او اخت من اخواتنا، لاخ من اخواننا، عشان يعني رزق من ربنا. لعل الدرس ده كله عشان هذا. يا ترى حينما ستموت من سيصلي عليك؟ وهل سيرتب الله لك جنازتك ام لا؟ اخواني في الله، محتاجين ان احنا نتوب، محتاجين ان احنا نجدد الايمان في قلوبنا. صدقكم الله اخواني، ربنا يرفعكم بالاسلام ويرفع بكم الاسلام، ربنا يعزكم بالاسلام ويعز بكم الاسلام، ربنا يستخدمنا لنصر دينه في الارض، ربنا يجعلنا من جنده المخلصين، ربنا يخرج منكم دعاء وداعيات وعلماء وعالمات وعباد وعابدات ومجاهدين ومجاهدات، انه ولي ذلك والقدر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ حازم جمال على ما قدم وما ألفز به صدورنا. جزاك الله خيرا على ما ألفز به هذه القلوب ونبهنا بأن أول وآخر خطى النضج هي الاتصال بأعلام الغيوب بربنا تبارك وتعالى ويقظ القلب. احب الابتداء قبل ان نصلي على الجنازه بمناسبه هذه الطيبات المباركات التي نبهنا اليها الان ونحن نعرفها جميعا. هذه دعوه لمقاطعه كل امر الله ورسوله من اقلام نجدة عندما تشتري الجريدة او المجلة او الكتاب الذي يرحم بالنبي صلى الله عليه وسلم او يرحم في رب الارواح، فانت تسامح وعلى الكتاب وعلى السنة وعلى الشهادة وعلى الله وعلى المشاهد.
بدعوة